هي القصة ما بقدر استوعبها أبداً. بتقولي إنه الكمبيوتر قدم خدمات جليلة للعالم وإنه اللي ما بيفهم فيه أمي، أوكي بوافقك، بس توصل معك إنه نتاج الكمبيوتر أهم من أي فنان بالعالم؟ هذا ما بقدر استوعبه أبداً أبداً. إيه بس هذا واقع، وكمبرمج بقول لك هذا الحكي 100%. يعني أنت إذا بدك تشتغلي على لوحة بدك شهر أو أكثر، بينما على الكمبيوتر بتخلص بساعة. شايفة؟ على فكرة هذا اسمه تخلف وجهل، لأنه الفن بيضل مرآة للشعوب. حاجة بقى، رفعتي لها الشعارات وماشي فيها. إذا الفن مهم مثل ما عم تحكي، ما كان في فنان مات من الجوع. مات من الجوع لأنه في ناس متخلفة مثلك يا استهلاكي. سامع شو عم تقول؟ متخلف. يا ستي أحسن ما أكون شحات. ليكك فنانة إلك اسمك وسمعتك. سيارة ما عم تقدر تجيبي. شفت؟ شفت إنك استهلاكي؟ إيه يا ستي، استهلاكي. ومستعد اصرف المصاري تبع الثياب واللبس والاكل وما اصرفهم على شافة قماشة طارشتي لي عليها كم لون وبتقعدوا ساعة تتفزلكوا وتتفلسفوا عليها. ليش عم تحكي؟ اي والله شي بيضحك. بدك صراحة انا عم بضحك عليكم انتو الجوز. ها منظركم كتير حلو انتو عم تتقاتلوا. اي معك حق، عن جد شي بيضحك. لحظة، هلا ليش ما بتشوفوا الموضوع من الزاوية اللي انا شايفته؟ هذا اللي عم يصير كتير حلو. انتو صاركم 9 شهور مع بعض، مزبوط؟ يعني انتو هلا عم تكتشفوا بعض. مرحلة التمثيل والبوزات خلصت من زمان. هلا فينا نقول انه انتو هلا بلشتوا تعيشوا علاقة حقيقية. طيب، استمتعوا فيها لهالحالة، حالة اكتشاف الآخر كتير متعة. خلصوني بقى. موضوع مو مستاهل، كله اختلاف وجهات نظر. لا نادية، هذا خلاف جوهري. لا يا ستي مو جوهر. معلش جنى تسمحيلي، هلا اللي عم بيقوله إيهاب كتير صح، بس يعني اللي بدي أقوله أنا إنه الجوهري بالموضوع إنه أنتوا اثنين بتحبوا بعض، كل شي بيجي بعدين بيضلوا على الهامش. لك خلصوني بقى، تصالحوا. والله وجعتولي راسي. جنجون فكيها بقى.